الرئيس السيسي يؤكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. شرم الشيخ تستضيف اليوم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد. وسوريا تعلن تصديها لهجوم صاروخي إسرائيلي بجنوب البلاد دون خسائر بشرية. السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين بلدينا. واستعرض الرئيس السيسي خلال استقبال فريق أول كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية، استعرض جهود مصر الحالية لمكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية. من جانبه ثمن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على نحو يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق ثوابت المرجعيات الدولية من شأنه أن يفرض ثقافة وواقعا جديدا على دول المنطقة وشعوبها. جاء ذلك خلال استقباله رئيس الكونغرس اليهودي العالمي، حيث أشار الرئيس إلى ثوابت السياسة المصرية بالتفاعل الإيجابي مع جميع الدول وفق إطار راسخ وثابت قوامه الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. تستضيف مدينة شرم الشيخ اليوم المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد والذي يستمر على مدار يومين، ويهدف إلى نقل خبرات وتجارب مصر في مجال مكافحة الفساد بكافة صوره إلى الدول الأفريقية كافة. أدان مجلس الأمن أعمال العنف الأخيرة في السودان، وفي غضون ذلك أعلنت قوى الحرية والتغيير تعليق الأحصان المدنية حتى إشعار آخر، فيما أعلن المبعوث الإثيوبي إلى السودان محمود درير أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المفاوضات قريبا بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي، وأن المجلس العسكري الانتقالي وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة. أعلن التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية تتصدت لصواريخ إسرائيلية على تل الحارة في درعا بجنوب البلاد وأسقطت عددا منها. وذكر التلفزيون أن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن خسائر مادية فقط دون خسائر بشرية، وأضاف أن إسرائيل هاجمت رادارات سورية للتشويش بعد قصف تل الحارة. يقوم رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بزيارة اليوم إلى إيران لإجراء محادثات مع المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. ويعد أبي أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ 41 عاما. نهاية الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله.